حشيش وكابتن ماهر همام. هنتكلم عن الدوري وهنتكلم بالتاكيد على مباراه الامس واستعداد الاهلي للمباراه اللي جايه. اكمل مع حضراتكم على النقاط الايجابيه. شباك نظيفه امبارح بعد ما سمعنا كلام كتير من الكابتن محمد يوسف، لكن من خلال كلامنا مع حضراتكم يعني شباك نظيفه وده مهم قوي. 2-0 احسن كتير جدا من 3-1. صحيح الاهلي حاول 9 مرات على المرمى، منهم 4 بس على الشبكه او على حدود المرمى، ودي حاجه ايجابيه جدا 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 ان انت تروح 9 منهم مش محاولات فرص، لا هي فرص بالتاكيد. ويمكن لولا سوء التوفيق اللي لازم وليد ازارو والعارضه والمساعد الثاني والاجهاد والارهاق، اعتقد النتيجه كانت ممكن تبقى احسن من كده. فشباك نظيفه دي حاجه كويسه ان انت تخوض اللقاء الثاني وانت ما عندكش هدف دخل مرماك في اللقاء الاول. كارترون واحد من المدربين المميزين جدا بارقامه، دي مباراه رقم ممكن تكون 15 بالنسبه له، يعني خد 7 مباريات افريقيه، 7 ورا بعض في ظروف ما كانتش سهله، ظروف كانت صعبه، تغييره من جهاز لجهاز وحاله كانت من موسم بينتهي لموسم بيبدا وتاخر في ترتيب المجموعه، بيخوض اللقاءات الاولى زي ما انتم شايفين مع حضراتكم كده مثلا، يعني يوم 17 يوليو 2018 الراجل اللي قدامكم ده اللي هو كارتيرون خد اول لقاء امام تاونشيب بطل بوتسوانا وكسب 3-0. اللقاء كان هنا في القاهره على استاد برج العرب، وليد ازارو وعلي معلول كانت ضربه جزاء واسلام محال. في اللقاء الثاني اللي بعديه ب 11 يوم كان برضو مع نفس الفريق تاونشيب في بوتسوانا بقى المره دي، والاهلي كسب 1-0 عن طريق البرج زي ما سماه كابتن محمد يوسف سليف كلوبالي. 17 اغسطس 2018 محمد يوسف وهشام محاسن هو اللي سمى البرج، ماشي عم هشام. الترجي التونسي في لقاء مهم جدا في رادس، لكن كالعاده الاهلي بيتفوق عن طريق وليد ازارو. كامبالا سيتي مباراه العوده 4-3، وليد ازارو 2 وكولوبالي وصلاح محسن. في حريه يعني بطل غينيا هناك 0-0 يوم 14 سبتمبر، وحريه الغيني مباراة العودة 4-0 وليد سلمان وإسلام محارب وصلاح محسن وأحمد فتحي. 2 أكتوبر كانوا على موعد مع وفاق الصيف اللي هو الأمس، 2-0 وليد سلمان وإسلام محارب. 7 لقاءات على المستوى الإفريقي الراجل ده محقق فيهم، يعني بصوا كم انتصار، 1 2 3 4 5 6، 6 انتصارات ويعني تعادل وحيد. يمكن في 2005 الأهلي ما خسرش على مدار البطولة كلها، خد البطولة كلها من غير ما يتهزم خالص، لكن مش عارف هل من 7 حقق الاهلي 6 انتصارات محتاجه تتراجع دي. اعتقد ان ده رقم جديد بيضيفه او يعني بيمثل الكارترون حاجه كبيره جدا. بصوا كمان النتائج المباريات اللي الاهلي ما دخلش فيها اهداف، 6 من 7، تاونشيب 3-0، تاونشيب 1-0، الترجي التونسي 1-0، كامبالا سيتي هو الفرقه الوحيده اللي احرزت في الاهلي 3 اهداف، حرية ما جابش أهداف، حرية تاني ما جابش أهداف، ووفاق الصيف 2-0، يبقى 6 كمان من أصل 7 ما دخلش فيه أهداف. فالراجل ده محقق نتائج كبيرة جدا جدا وعظيمة جدا للفترة ديت، محتاج المساندة والثقة تكون موجودة من خلال أرقامه، لا هو بيعايزها منكم بشكل تعاطفي لأن هو مش عايز ده، بالعكس هو جاي عارف كويس قوي قيمة الأهلي ومكانة الأهلي، لكن أرقامه باينة جدا جدا جدا، ومع الوقت خلي بالكم هيبدأ يكتسب يعني او الراي يعني في الحته دي تحديدا هيبدا يكتسب بعض العادات والطباع المصريه، وده مهم قوي. يتعامل مع اللعيبه ازاي اكتر بشكل اوضح، يبقى في يعني فهم وبيفهم اللعيبه بشكل اكتر، سلوكيات اللعيبه، نفسيات اللعيبه، مين اللعيبه. خلي بالكم برضو احنا كمصريين او كعالم بشكل كامل يعني البني ادم في ناس بتيجي بالضغط مثلا، وفي ناس لا بتيجي بالكلمه الكويسه، وفي ناس لازم تبقى تقرص عليها شويه، وناس تضغطها شويه، وناس تديها حته نفسيه اكتر. ده بيجي من خلال المعايشه ومن خلال التعامل ومن خلال المواقف، فمش كله زي بعضه. يعني الانسان او البني ادمين عامه طباع مختلفه، في واحد بيجي بالضغط وفي واحد لا تكلمه تشجعه اكتر، وواحد تكلمه بشكل عصبي، وواحد تكلمه بالراحه، وواحد تكلمه انت حاطط ايدك على كتفه، وواحد تكلمه وجه لوجه، تون الصوت بيعلى امتى، بيوطى امتى. كل دي حاجات بتيجي من خلال المواقف من خلال المعايشه، فالراجل هيكتسبها اكتر واكتر. كمان من مكاسب الفتره اللي فاتت احمد حمودي،
احمد حمودي واحد كان بعيد جدا جدا عن الصوره وعن الاداء وعن التواجد في الملعب. النهارده بيعمل اسيست تاني في مباراتين مهمين جدا، سواء كانت في دور الثمانيه مع حريه. اعرض لنا برضه يا سمير كده حاجات لاحمد حمودي قدامنا اهي. يعني الراجل لعب 133 دقيقه، صنع هدفين في مباراتين في دور ثمانيه ودور قبل النهائي، صنع فرص لزملائه اربعه، دقه تمريره 71%، وده حاجه كويسه جدا جدا يعني. عدد العرضيات خمسه، يعني اتمنى انها تزيد شويه. محاولات على المرمى اربعه، تمريرات طوليه خمسة، دقة المحاولات 25، أتمنى أنها برضو تزيد شوية. مراوغات ناجحة 2، أتمنى برضو أنها تزيد شوية. لكن اللي عايز أقوله أن ده ماشي على الطريق الصح، يعني أحمد حمودي ماشي على الطريق الصح، فدي من مكاسب الفترة اللي فاتت. من مكاسب الفترة اللي فاتت برضو ثنائية يعني أيمن أشرف وكولوبالي، الاثنين بيعرفوا يبدأوا هجمة بشكل كويس جدا جدا. التحاماتهم الهوائية رائعة، رغم أن في واحد برج زي ما سميناه خلاص اللي هو كولوبالي، والتاني اقصر شويه، لكن الجنب بتاعه يعني حدث ولا حرج، حاجه ممتازه ممتازه. ايمن اشرف اللي قدامكم ده واحد راجل راجل راجل، ايمن اشرف في كل المواقف، بعيد قريب، باك ليفت، سيرد باك، لعيب منتخب، لعيب محلي، في بيلعب في افريقيا، بيلعب ماتشات وديه، قمه في الرجوله. دي الارقام بتاعته، فاز بالالتحامات خمسه، التحامات ثنائيه خمسه من خمسه بنسبه 100%، تشتيت الكرة 6 مرات، قام بتدخلات دفاعية 6، ارتكب أخطاء مفيش، حصل على أخطاء 1، أكثر من قام بتمريرات طولية للأمام 9 تمريرات طولية، ده أرقامه امبارح. هشام محمد كمان، يعني هشام محمد هو أصلا لعيب كويس، هو لعيب هايل جدا، لكن التطور. أنا مقتنع بحاجة، يعني اللعيب في حياته عامة سواء كان ناشئ أو حتى متوسط العمر لازم يبقى في مرحلة من التطوير بتجيله. وانت ناشئ هتتقبل جدا جدا على المستوى العاطفي، يعني او تعاطف شديد جدا معك، بعد شويه هيبقى في تقييم ليك، يعني في تعاطف، وخصوصا وانت طالع من قطاع الناشئين للدرجه الاولى او جاي من بره من فرقه يعني غير الاهلي اقل شويه ولا حاجه، فبتخش الاهلي فالناس بتتعاطف معك، بعد شويه التعاطف ده بيتقلب لتقييم، خلاص يعني مش هستحملك ولا هستحمل غيرك. انا بتكلم على النادي الاهلي ومكانه النادي الاهلي. فهشام محمد ماشي بشكل رهيب جدا وجميل جدا، وخطوته سريعه للامام، فبرضو من مكاسب الفترة اللي فاتت هشام محمد. إسلام محارب، يعني كل مباراة بيزيد أكتر، يعني رجله بتتثبت في الملعب أكتر. أكتر واحد في فرقة الأهلي عنده دقة على المرمى من وجهة نظر الشخصية هو إسلام محارب. أكتر واحد عنده دقة على المرمى في مثلاً الـ 18 يارد أو الـ 20 يارد الأخير أو داخل الـ 18 تحديداً، يعني إسلام محارب. محمد الشناوي، محمد الشناوي فال حلو قوي وفال حسن كويس قوي. محمد الشناوي امبارح وصل للرقم 8 في بطوله 2018 ما يدخلش فيه اهداف، والرقم ده اتكرر مرتين ثلاثه في الثمان سنين اللي فاتوا، وكل الجوال او حراس المرمى اللي اتكرر معاهم الرقم ده خدوا البطوله. يعني حصلت السنه اللي فاتت، اعرض يا باشا، يعني خلينا معاكم على طول كده، اعرض مثلا في 2011 معز بن شريفيه مع الترجي التونسي اللي هو حارس الترجي التونسي الشهير بالتاكيد، يعني هو حظه معانا احنا وحش معز بن شريفيه، لكن يا رب يفضل حظه كده معانا وحش على طول. لكن معز بن شريفيه في 2011 قعد 8 مباريات ما دخلش فيه مرمى اهداف خالص خالص، فخدوا البطوله 2018 لو تتذكروا. في 2012 7 هو اكتر واحد، ما وصلش الرقم 8، الاهلي اللي خد البطوله. معز بن شرفيه في 2013 6 ما وصلش ال 8، الاهلي برده اللي خد البطوله. في 2014 كيده بقى اللي هو بتاع مازيمبي لو تفتكروه، وده استمر في 2015 بتاع مازيمبي برده، الراجل اللي كان عامل ضفيره ده في شعره لو تتذكروه. يعني احمد الشناوي مع الزمالك ما وصلش الرقم 8 في 2016، 7 مرات بس ما دخلش مرمى اهداف من في البطوله كلها. انت عارفين البطوله بتبقى حوالي 14 مباراه او 16 مباراه، لو انت ما بتخوض المباراه التمهيديه، لو انت ما بتخوضش المباراه التمهيديه زي الاهلي عاده يعني فبتلعب 14 بس. احمد الشناوي في 2016 لما كان حارس مرمى نادي الزمالك قعد 7 مباريات بس. زهير العريبي اللي هو بتاع الوداد المغربي السنه اللي فاتت وصل لرقم 8، احفظوا بقى رقم 8، يبقى 8 ده كلمه السر، 8 دي كلمة السر. فزهير العريبي وصل لرقم 8 2017، ما دخلش في مرمى أهداف في البطولة كلها 8 مرات، تمام، ما دخلش في مرمى أهداف وخدوا البطولة السنة اللي فاتت. السنة دي محمد الشناوي يعني بيوصل لرقم 8، وده فال حلو، يعني ده فال حسن بإذن الله. فإذا إن شاء الرحمن يعني كل المؤشرات بتؤدي لكده، لكن عندنا الاجتهاد طبعا، عندنا الاجتهاد. الشناوي عنده موعد مع نفسه إن هو يحقق حاجة كويسة، ده الراجل بتاع مازيمبي طبعا يعني.
لكن هو طلع خلاص واعتزل تقريبا يعني، فانتهى. فاحنا بنذكركم بيه يعني. محمد الشناوي بيعمل رقم لنفسه، يعني محمد الشناوي كمان بيعمل رقم لنفسه، ان هو لو وصل لتسعة او عشرة ان شاء الرحمن، عنده ثلاث مباريات جاية، لو وصل ل 11 ولا حاجة مباراة، اعتقد ان شاء الرحمن ان هو يبقى رقم يسجل في التاريخ. لكن على العموم كل دي ارقام من مكاسب الفترة اللي فاتت. وليد سليمان كمان عنده شوية ارقام نموذجية، وليد سليمان عنده شوية ارقام نموذجية، يعني حاجة رائعة جدا. وليد سليمان هو احسن لاعب في دوري ابطال افريقيا بلا منافس، بلا منافس، من خلال أدائه ومن خلال مجهوده ومن خلال أهدافه المؤثرة ومن خلال صنعه للأهداف. يعني أرقام وليد سليمان في دوري أبطال إفريقيا 10 مباريات، إحنا لعبنا دلوقتي خلي بالكم لحد دلوقتي 11 مباراة، تمام؟ لحد دلوقتي إحنا لعبنا 11 مباراة، هو لعب منهم 10. عدد الدقائق 741، الأهداف 3، صنع أهداف 2، صنع فرص لزملائه 12 مرة، صنع فرص لزملائه، حصل على ركلات جزاء 3 مرات، حصل على أخطاء 15 مرة، تمريرات طولية 27 مرة، عرضياته 19 مرة، نسبة الفوز بالالتحامات الهوائية 52 مرة، تدخلات دفاعية 13 مرة. ده اللي قدامكم ده هو أحسن لاعب في دوري أبطال إفريقيا على الإطلاق، أحسن لاعب في دوري أبطال إفريقيا على الإطلاق، على الإطلاق. عندي خبر قبل ما استقبل ضيوفي كابتن عادل طعيمة وكابتن ماهر همام وكابتن محمد حشيش اللي هو